ما حكم تقبيل القرآن قبل وبعد القراءة؟ تقبيل القرآن إذا وقع من شخص فإنما يقع على وجه التعظيم لكتاب الله عز وجل، ولا شك أن تعظيم كتاب الله من أفضل القربات، لأن كتاب الله عز وجل هو كلامه، فقد تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن بكلام سمعه منه جبريل فنزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، تكلم به وسمعه جبريل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعظيم هذا القرآن العظيم من تعظيم الله عز وجل. ولكن تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه إنما هو بحسن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بأن يتبع الإنسان هواه. فهذه القاعدة ينبغي للإنسان أن يعتبرها، وهي أن تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم كتابه إنما هو بحسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله كان أدل على ما في قلبه من تعظيم الله ومن محبة الله. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه ينقص من محبته لله وتعظيمه لله بقدر ما حصل من هذه البدعة من المخالفة. وبناء على هذه القاعدة نقول: تقبيل المصحف عند ابتداء التلاوة وعند انتهائها، أو عند الابتداء فقط أو عند الانتهاء فقط أو في غير هذه المناسبة، ليس مشروعا، بل هو بدعة، فلم يكن معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقبل الرقاع التي كتب فيها شيء من القرآن، وليس معروفا في عهد الصحابة بعد جمع القرآن في مصحف أن يقبلوا هذا المصحف. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من ابتدع بدعة ولو استحسنها فهي قبيحة، ولو ظن أنها هدى فهي ضلالة، ولو ظن أن فيها ثواب أن فيها ثوابا فهي في النار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعلى هذا فإني أنصح أخي هذا السائل من أن يقوم بتقبيل المصحف، لا في ابتداء القراءة ولا في انتهائها ولا في مناسبات أخرى، ويكفيه تعظيما للمصحف أن يؤمن بما أخبر الله به فيه، وأن يعمل بما أمر الله به فيه، وأن ينتهي عما نهى الله عنه فيه. هذا هو التعظيم الحقيقي الذي يدل على صدق قصد الإنسان وإخلاصه لله عز وجل، وعلى صحة شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا تعبد الله إلا بما شرعه هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.